بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. ألو، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نبدأ المحاضرة الثالثة. هي المفروض النهاردة كانت تبقى المحاضرة الرابعة، بس للأسف عشان حصل مشكلة في التسجيل المرة اللي فاتت فاضطرينا نعيد المحاضرة دي. فهنفكر اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت يعني سريعا، ولو في أي حد عنده أي أسئلة إن شاء الله تبقى في الآخر، واللي مش هيلحق النهارده يبعت لي على الميل وان شاء الله هجاوبه. بس يا ريت لو في اي سؤال هيجي في بالك يا ريت تسجله او تكتبه لغايه لما افتح الاسئله وتسال. طيب، اول النهارده عايزين نتكلم بس في اخر حاجه، يعني في اخر حاجه في المفاهيم في العمل الحر. بعد كده هنتكلم بقى في انك ازاي تدير مشروع او ازاي تبدا مشروع من الاول. لما يجي لك عميل يقول لك انا عايز مثلا المشروع او الموقع او الابليكيشن الفلاني، ازاي بقى تقسم المشروع ده وازاي تحدد تكلفته وازاي تحدد مدته بناء على طلبات العميل. فمن بداية من المحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده. المحاضرة دي هنتكلم فيها بس عن بعض النصايح او الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها لما تشتغل حر مع نفسك. يعني في حاجات لازم تاخد بالك منها علشان ما تضيعش وقت مجهود بعد كده، فلازم الحاجات دي تاخد بالك منها كويس جدا قبل ما تبدأ. أول حاجة لازم تبقى متطور في مجالك، لازم تبقى يعني متحدث دايما، لازم عارف تبقى ايه اللي ظهر جديدة، ايه الحاجات اللي يعني اللي نزلت جديدة في المجال بتاعك، ايه الحاجات اللي خلاص ادمت محدش بقى بيستخدمها. يعني مثلا لو انت شغال iOS، في تقنية لسه أو في لغة برمجة لسه نازلة من حوالي أسبوع أو حاجة من قريب، يعني لازم تبقى الحاجات دي كلها عارفها، لازم حاجات تبقى يعني مطلع عليها دايما. مش شرط تبقى يعني محترفها ولا حاجة، لأ، بس تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي، بحيث لما يجيلك عميل تفهمه إن أنت عارف الحاجات دي وفاهم الحاجات دي كويس فيثق فيك. ما تبقاش شغال بحاجة واحدة والناس كلها شغالة في بحاجة تانية ما بقاش خلاص ليها لازمة. فلازم تبقى تطلع على الجديد دايما. طب ازاي اعمل الموضوع ده؟ هتلاقي مثلا مواقع كتير بتهتم بالمجال اللي انت شغال فيه ايا كان المجال، يعني مش بتكلم على حاجه معينه. تقرا مقالات، تقرا كتب، تسمع فيديوهات، اي حاجه من الحاجات دي. المهم بس تبقى مطلع دايما على المجال بتاعك، لازم تبقى يعني فاهم الدنيا فيه كويس قوي علشان يعني ما يحصلكش مشاكل بعد كده وتبقى انت متأخر عن الباقي. يعني احنا زي ما قلنا قبل كده في المحاضرتين اللي فاتوا ان دلوقتي بقى المنافسة شديدة جدا على مجالات كتير، فلازم تبقى انت متميز بيهم، متميز عليهم بحاجة معينة او بحاجات معينة. طيب، بالنسبة للنقطة دي المفروض كده واضحة عند الناس. النقطة اللي بعد كده، ما تشتغلش الشغل مجاني. ما ينفعش يجي لك مثلا عميل فتيجي تقول يقول لك انا عايز الشغل الفلاني 1 2 3، تقول له طيب خلاص انا هخلصه لك في مدة اسبوعين مثلا وهيبقى ببلاش. ليه الحتة دي؟ في ناس كتير جدا بتحب الموضوع ده في الاول. ليه؟ لان بيقول لك ان انا كده هخلي ناس كتير جدا تجي لي والعملاء بتحب الشغل ببلاش والحاجات دي كلها. ما ينفعش، ما ينفعش الموضوع ده خالص، لان ببساطة لسببين. السبب الاول ان لو عودت العميل بتاعك تشتغل مجانا هيتعود على كده، ولو جيت عملاء من طرفه هيتعودوا برضه انك تشتغل مجانا، وحتى لو حبيت تعملها بسعر هتفقده، مش هينفع. ليه؟ لان هو خلاص اتعود انك تشتغل مجانا. دي اول حاجه. تاني حاجه، حتى لو هو من جوه مبسوط ان انت بتقدم خدمه مجانيه او حاجه، بس برضه هو عارف ان انت مش مقدر وقتك ومجهودك صح، لان وقتك ومجهودك ده لازم يبقى بفلوس، لازم يبقى بالمقابل، ما ينفعش يبقى ببلاش. فلو انت ما قدرتش وقتك ومجهودك محدش هيقدر وقتك. ف ما تقلقش خالص من حته ان انا لو عملت الشغل بفلوس مفيش عمل هتجي. لا طبعا، العميل عارف او الشركه اللي بتعمل لها الشغل ده عارفه ان الشغل ده مقابل فلوس، هو ده البيزنس او هو ده الشغل عامه في السوق. فمفيش حاجه او مفيش خدمه بتقدمها
بدون نقاط، الا في حالات استثنائيه بقى، اللي هي لو انت بتعمل شغل للجمعيه التطوعيه او للكليه بتاعتك مثلا، او يعني اي حاجه من الحاجات دي، يعني مثلا في الكليه بتاعتك انت مشترك في ستودنت اكتيفيتي او اكتيفيتي او في اتحاد الطلبه مثلا، وطالبين منك ابلكيشن او لوجو، فلازم تبقى واخد بالك من حته ان انت، لا خلاص انت مش محتاج الفلوس فيها، لان انت هنا بتقدم خدمه مجانيه، ده طبيعي. لما تكون تعمل خدمه تطوعيه برضو ما فيش اي مشكله انك تعمل شغل مجانا، دي ما فيش اي مشكله طبعا. بتكلم في الجمعيات الطوعيه او في الكليات او في المؤسسات اللي هي المعروفه اللي غير المفاده، انما لما تيجي تشتغل مع عميل ما ينفعش تقدم خدمه مجانا. طيب النقطه اللي كده مهمه جدا جدا برضو، اتكلمت عنها في اول محاضره كتير. الحاجه اللي بعد كده البورتفوليو بتاعك او السي في، تبقى يعني مهتم جدا بالبورتفوليو بتاعك قبل كده. ليه؟ لان السي في هو مجرد بتقدم خدمه معينه، بتقدم يعني تكتب في كلام معين، انا خبرت كذا او خبيت كذا، او يعني المشاكل الحاجات دي كلها ما فيش مشكله، ممكن اي حد يعملها، بس ده ما يمنعش برضو انك لازم تهتم بيه كويس جدا، ولازم تبقى كاتبه على اعلى مستوى بحيث اللي يشوفني يبقى عارف انت بتقدم ايه وبتقدم ايه اللي بعد كده البورتفوليو. البورتفوليو ده اهم بكتير، اهم بكتير جدا من الموضوع، من موضوع السي في. ليه؟ لان ببساطه البورتفوليو ده بيبقى التطبيق العملي للسي في، بيبقى الاعمال بتاعتك، بتبقى الخدمات اللي انت عملتها قبل كده او الابلكيشن اللي انت عملتها قبل كده، فده بيبقى الترجمه الحقيقيه للسي في. السي في بيبقى مجرد كلام او شهادات انت واخدها ايا كان، بس عشان تخلي العميل يصدق الموضوع ده بتوري له البورتفوليو بتاعك، بتهتم بيه جدا على قد ما تقدر، تاخد فيه وقتك جدا علشان يطلع بالمستوى المطلوب. انما الحاجه اللي هي الاهم بكتير من زي ما قلنا، انك تعرض بقى البورتفوليو. انت خلاص عملت البورتفوليو، عملت ابلكيشن، عملت موقع، عملت اي حاجه من الكلام ده كله، ده كله كويس، بس ازاي بقى تعرضه؟ يعني انت دلوقتي عملت حاجه، عملت حاجات معينه، تعرضها ازاي؟ طريقه العرض بتبقى مهمه جدا زي الشغل برضه. انت ممكن تبقى عامل شغل كتير، ممكن تبقى عامل حاجات كويسه، بس مش عارف او مش قادر تعرضها للعميل بتاعك بشكل كويس. الحاجه اللي بعد اللي هتفيدك في الحته دي، انك تعمل موقع ليك، دي برضه اتكلمت عنها في اول محاضره ممكن ترجع لها. انك تعمل موقع ليك تحط فيه كل الاعمال انت عملتها، كل ابلكيشن انت عملته يبقى ليه صفحه معينه، ايه المميزات اللي فيه، ايه السكيلز او ايه المهارات اللي انت استخدمتها او الادوات اللي انت استخدمتها عشان تطلع العمل ده. فانك تعمل موقع ليك او تعمل صفحه ليك على فيسبوك او تعمل اي حاجه من الحاجات دي، تحط فيها اعمالك، بس تكون اعمال فعلا تستحق المشاهده او تستحق المنافسه، ما تبقاش اي حاجه انت عاملها وخلاص. فانك تعمل حاجه زي دي محتاجه شغل ومحتاجه مجهود ومحتاجه وقت، فخد وقتك فيها جدا عشان تطلع بالشكل المناسب. اللي بعد كده النقطة برضو دي مهمة أوي، اللي هي التدريس أو إنك تنقل المعلومات لحد. طيب إيه لازمة الموضوع ده، أو يعني هيفيدك بإيه أنت كواحد شغال حر لما تيجي مثلا تقدم معلومات؟ دي هتفيدك كتير جدا، يمكن أكتر من يعني دي هتفيدك أكتر من الثلاث نقط اللي فاتوا، لأن ده بتبقى يعني حاجة أنت بتقدمها ببلاش، بس مش خدمه او مش ابلكيشن زي ما احنا قلنا من شويه، لان انت بتقدم معلومات. طيب المعلومات دي بتفيدني بايه او هترجع عليا بايه؟ ببساطه جدا هترجع عليك بحاجه واحده بس، اللي هي انك بتخلي الناس او بتخلي اللي بيسمع المعلومات دي وبيقراها بيثق فيك جدا. فايه المرحله اللي بعد الثقه؟ ان هو بيثق، طالما خلاص وثق فيك فهو عارف انك كويس جدا في المجال ده. يعني على سبيل المثال انت شغال اندرويد مثلا، يعني شغال اندرويد، فانت بتقدم للناس معلومات معينه في الاندرويد، يعني مثلا إيه لما تيجي تعمل ابلكيشن تعمله كذا، خد بالك من النقط الفلانيه، الحاجات دي كلها. لما تيجي تقدم المعلومات دي، الناس اللي بتسمع المعلومات يعني هتثق فيك جدا، بحيث ان هم لو عندهم اي سؤال في المجال ده هيجوا يسالوك،
هتبقى انت واضح قوي في المجال ده، يعني زي ما بيقولوا كده يعني، يعني قائد فيه، يعني مش بالمعنى بالظبط بس اللي هو واضح فيه قوي عن غيرك. لما حد بيجي يقف مثلا قدام واحده في المجال ده بيجي يسالك، فدي بالنسبه لك مكسب كبير جدا. الحاجه اللي بعد كده ان هو بصر بيثق فيك، فعلى اساس ده ممكن يجيب لك عملاء. لما مثلا انا بسمع منك معلومات معينه او بسمع منك دروس معينه او مقالات معينه، فانا كشخص واثق فيك جدا وفي يعني وفي معلوماتك. لما يجي لي حد يقول لي انا عايز مثلا الشغل الفلاني في المجال الفلاني، اول حاجه هتيجي في بالي انت، اول حاجه هتيجي في بالي انت واعمالك وشغلك اللي انت كنت بتعلمه لنا. فانا كده اتحولت من شخص بيتعلم منك لشخص بيعلن عنك. فالحته دي مهمه جدا، وفعلا عن تجربه مع ناس كتير جدا ومعايا انا شخصيا. لما بتيجي تعلم الناس حاجات لازم تاخد بالك من المعلومات اللي بتقدمها علشان الناس تثق فيك، وعلى اساس الثقه دي لما بيجي لهم حد بيرشحوك ليهم، فكده هم تحولوا من طلبه عندك او طلبه ليك بيسمعوا ارائك لناس بيعلنوا عنك. فانت كده بيتعلن عنك وانت قاعد في البيت اصلا بمجرد انك بتعلم لهم حاجه. بس الحاجه اللي لازم تاخد بالك منها في النقطه دي قبل ما ننقل بس على اللي بعدها، مش اي حاجه تقراها تقوم مترجمها تقوم تلخصها وخلاص منزلها للناس، يعني على سبيل انك بتملى الفراغ مثلا، او ان انت بقالك مثلا اسبوع او ما كتبتش حاجه، فلازم يعني تستغل الموضوع ده تقوم منزل اي حاجه وخلاص. لا ما ينفعش، لازم المعلومه اللي بتقدمها تكون واثق منها جدا، تكون عارف مصدرها ايه والمصدر ده موثوق منه. مش ده مش معناه ان بقولك ما تحضرش او ما تنقلش حاجه من لينكات تانية، لا ممكن تحضر عادي، تجمع معلومات تجمع مصادر مفيش اي مشكله ماشي. لا دي حاجات كويسه جدا ومطلوب ولازم تعملها، ما ينفعش تبقى حاجه عاملها وخلاص على سبيل ان انت زي ما قلنا تملى فراغ. لا لازم تبقى محضر ولازم تبقى عارف كويس جدا انت يعني بتقدم المعلومات دي لمين وبتقدمها ليه. فحضر كويس جدا بس مش مجرد تنقل وخلاص، فاهتم جدا بالنقطه دي. اللي بعد كده الخدمات اللي انت بتقدمها او البرودكت اللي انت بتقدمها ايا كان مجالك يعني لازم تبقى مميزه عن غيرك. يعني زي ما احنا لسه قايلين من 5 دقايق بالظبط ان المنافسه بقت شديده جدا في الفتره دي في اي مجال عامه، سواء في السوفت وير او بره، لان النت فتح الناس يعني على بعض، فكل الناس بقت تقدر تتعلم تقدر تشتغل. فدي مش ميزه بالنسبه لك، دي حاجه هتسبب لك ضغط. فعلشان تتفادى الموضوع ده لازم تطلع خدمه او تطلع يعني منتج كويس جدا يقدر يعني تنافس بيه. كمان ليه؟ عشان يقدر هو المنتج ده يسوق لك. بمعنى ايه؟ مثلا انت عشان تشتغل حر لازم تسوق لنفسك هنا وهنا 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 علشان الناس تعرفك وتعرف انت بتعمل ايه بالظبط. طيب انا لو طلعت خدمه كويسه او طلعت منتجات كويسه او ابلكيشن كويسه، وانت كده خلصت جزء كبير جدا من التسويق، لان الابلكيشن الكويس او الخدمه الكويسه اللي بتطلع من الناس او بتطلع قصدي منك للناس دي بتسوق لها لوحدك. يعني مثلا انت عملت ابلكيشن وقلت ان انا عملت كذا وكذا والابلكيشن ده بيعمل كذا وكذا او خصائصه 1 2 3، الناس كتير جدا هتعمل شير للموضوع وهتسال وهتقول لك طب انت عملت ازاي، طب انت ايه اللي حياتي وقفت قدامك. طيب الحاجات دي كلها بتعلي سمعتك جدا لما بتيجي تعمل خدمه مميزه. فنصيحه في الحته دي لازم تعمل خدمه مميزه جدا للعميل بتاعك، يعني مش اي حاجه وخلاص عشان اخلص واخد الفلوس بتاعتي وشكرا على كده. لا ما ينفعش، لازم تهتم بيها جدا، لان انت لو ما عملتش الحاجه دي صح محدش يعني هيهتم بشغلك بعد كده، او هتتعب بمعنى اصح عشان تلاقي حد تاني. يعني فلازم تهتم جدا بالجوده بتاعت المنتج. لو في عميل طلب منك حاجه انت مش مقتنع بيها او هتقلل من جوده شغلك يبقى ما تعملهاش. يعني جه قال لك اعمل كذا والحاجه دي هتقلل من جوده شغلك او هتقلل من سمعتك او كده، ما تعملهاش. حتى لو هيديك عليها فلوس كويسه، بس الفلوس الكويسه دي يعني مثلا قال لك هديك مثلا 1000 جنيه اي مبلغ، يعني قال لك مثلا 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دي لو هتاخدها دلوقتي بس عملت بيها شغل اي كلام، في ناس كتير جدا هتشوف الشغل اي كلام ده فهياخدوا عنك انطباع وحش، فشوف انت خسرت بعد كده كام الف. فما تبصش للفلوس قوي في الاول، مش مشكله،
بس علشان تطلع جودة وخدمة كويسة فعلا للناس. الحاجة النقطة اللي بعد كده دي نقطة شخصية شوية لازم انت تاخد بالك منها، واعتقد معظم الناس اللي هتشتغل يعني هتشتغل فريلانسر او كده هياخدوا بالهم منها، ان هي توازن ازاي حياتك الشخصية والشغل. لان انت لما بتيجي تشتغل في البيت مثلا او بتيجي تشتغل في اي مكان مش تبع لشركة، بتبقى حياتك الشخصية مندمجة جدا مع الشغل. بمعنى انت مثلا قاعد شغال في مشروع او بتتعلم حاجة معينة، فجي حد قال لك طب احنا عندنا عايزين ننزل النهارده مش عارف عايزين نعمل ايه الكلام ده، فبتنزل معاه، يبقى انت كده ضيعت وقت الشغل وضيعت ايه الحاجات او الحاجات اللي انت بتتعلمها. فلازم تبقى موازن لنفسك جزء او وقت من اليوم بتاعك ووقت مثلا للترفيه او للحياه العاديه عامه. يعني تيجي تقول انا هصحى الساعه 9 الصبح اخلص شغلي مثلا على الساعه 4 5 6، بعد كده خلاص بقى انا اعمل اللي انا عايزه، انا خلصت شغلي خلصت الحاجات التاسك اللي كانت عليا النهارده الحاجات دي خلاص اعمل اللي انا عايزه. فلازم يعني تبقى منظم حياتك الشخصيه والشغل علشان ده لا يجي على ده ولا دي تيجي على ده خالص. يعني هتبقى مشكله كبيره لما تبقى شغال في مشروع او في اتنين مثلا ودوت العمليتين دخلوا في بعض، لا هتبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه لك، هيبقى يعني صعب انك تتحكم في المشاريع بتاعتك، وده هيجي عليك بخساره او بعيوب كتير قوي قدام. لازم تاخد بالك من الموضوع ده. الحاجه اللي بعد كده يعني ممكن بعد النقطه دي افتح الاسئله، لو في حد عنده اسئله فيا ريت يحضرها من دلوقتي قبل السلايد الجاي. النقطه اللي بعد كده دي من اهم الحاجات في الكورس بتاعنا، لان هي احنا بنعتمد على السوشيال ميديا بتاعتنا او اللي احنا بنشتغل عليها. السوشيال ميديا دي بقى ايه يعني ايه لازمتها او كده؟ دي انت ممكن الست نقط اللي فاتوا دول ممكن انت يعني تتحكم فيهم كلهم بالنقط السبعه دي. بمعنى ايه؟ مثلا انت دلوقتي اشتغلت على مقالات معينه، طيب هتنشرها ازاي؟ او يعني هتوصلها للناس ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. هتقدم الخدمات بتاعتك ازاي اللي هي اللي احنا قلنا عليها هتنافس بيها، هتقدر يعني توصل بيها توصلها للعملاء بتوعك برضو على السوشيال ميديا. البورتفوليو ممكن يتعرض برضو على السوشيال ميديا سواء عن طريق صفحه على الفيسبوك او على لينكد ان، او في موقع كتير جدا زي بيهانس مثلا بتعرض شغلك عليه. كل الكلام ده انت ممكن تحققه في السوشيال ميديا. الحاجات دي كلها ممكن زي ما قلنا تعملها على السوشيال ميديا بطريقه كويسه، ممكن تعملها بطريقه غلط تضيع منك كل الكلام ده. يعني ازاي؟ يعني ما ينفعش زي ما قلت من شويه تبقى عندك اي شغل انت عامله او اي حاجه انت عاملها مثلا فتقوم عارضها على السوشيال ميديا او تعرضها على المواقع دي، لان ده هيقلل من قيمه الشغل بتاعك. لازم مش اي حاجه تتحط، لازم حاجه تكون كويسه جدا. ايه الحاجات الغلط التانية اللي انت ممكن تعملها؟ انك تعلم معلومات غلط. فلما يجي مثلا واحد يعمل شير للمعلومه دي فواحد يجي يقول له لا ده غلط، فكده خلاص انت كده خسرت جزء كبير جدا من الثقه اللي المفروض انت تاخدها من في الاول. فالسوشيال ميديا يا اما تستغلها صح يا اما هتقلب عليك، وده هيبقى مشكله كبيره جدا في انك تصحح الموضوع ده. فيا ريت تهتم بالموضوع وتاخد وقتك فيه برضو. والحاجة المهمة لازم تركز على موقع واحد من مواقع السوشيال ميديا دي، يعني سواء فيسبوك أو تويتر أو لينكد إن أو جوجل بلس. ما ينفعش تهتم بكله، لأن يعني لو اهتميت بكله مش هتعرف تعمل حاجة كويسة أو مش هتعرف تعمل حاجة غلط. فتهتم بموقع أو اتنين بالكتير قوي، لو أنت عندك أو قادر تنظم وقتك كويس ممكن تهتم باتنين بس بالكتير قوي، ما تزيدش عن كده. فتهتم مثلا يعني على سبيل المثال ممكن فيسبوك وجوجل بلس أو فيسبوك ولينكد إن. الحاجه دي ممكن تقعد عليك بحاجه كويسه لو انت ركزت في واحد اول، بس ما ينفعش ايه في كله. نقطه في السوشيال ميديا الاخيره بس، لينكد ان. لينكد ان اكيد في ناس كتير سمعت عنه، ده موقع التواصل بس مش اجتماعي، ده ممكن تتواصل بيه مع مثلا ناس شغاله في شركات او في شركات نفسها او مؤسسات. ده عباره عن بتعمل بروفايل عادي جدا زي الفيسبوك كده،
بس بتحط بقى، بيهتم بقى بالسكيلز بتاعتك، بالشغل اللي انت عملته قبل كده، الاكسبيرينس بتاعتك اللي عندك، الاكسبيرينس مثلا اللي عندك دلوقتي، الشغل اللي انت عملته قبل كده ايه. فالموضوع بيبقى عبارة عن سي في بس على طريق موقع تواصل. فالحاجة دي ممكن تفيدك جدا، او الموقع ده لو ركزت عليه قوي ممكن يفيدك جدا ويجيب لك عملاء بسهولة، لأن العملاء بتبقى اوريدي موجودين فيه، بس محتاج اللي يوصل لهم المعلومة بطريقة صح. بيبقى في شركات، بيبقى في عملاء كتير، بيبقى في طلبة، بيبقى في ديفلوبرز مثلا موجودين مبرمجين. فالموضوع بيبقى سهل انك توصل للعملاء بتوعك، يعني اسهل من فيسبوك، لان فيسبوك بيبقى تواصل اجتماعي، فصعب انك تلاقي عميل في نص الناس دي. فانما اللينكد ان هو اوريدي معمول للحاجات بتاعت البيزنس دي. فيا ريت اللي يعرف الموقع يهتم بيه شوية، يقرأ عنه، يسجل فيه، يشوف الدنيا ماشية ازاي. اللي ما يعرفش عنه يا ريت لازم يعرف طالما انت دخلت في السكة. طيب انا كده خلصت الجزء الاول من المحاضرة، فيا ريت لو في حد عنده اي اسئلة يسألها دلوقتي، سواء في المحاضرة دي، لو في اي حاجة ما كانتش واضحة مثلا في المحاضرة اللي فاتت عندك سؤال بسيط ممكن، مفيش مشكلة ماشي. بس يعني ايه، مش عايز اخش في تفاصيل عشان مش هتتش بس. ففي اي اسئله لغايه دلوقتي؟ مفيش حد عنده اسئله؟ طيب خلاص كده. يا ريت بس اللي هيسمع الشرح اللي جاي او حاجه، وفي في حاجه مش واضحه يبعت لي بس على الميل علشان الوقت، ان شاء الله انا اجاوبه ايه على طول. طيب النقطة اللي بعد كده لازم برضو تهتم بيها، الوقت بتاعك لازم يبقى تعرف تديره صح. لازم ما ينفعش تضيع وقت يعني كده خلاص على الفاضي، سواء اشتغلت فيه ولا اتعلمت فيه حاجة جديدة. فلازم الوقت بتاعك يبقى مظبوط، لازم يبقى تعرف تديره صح. دوت من أهم النقط فعلا هنتكلم عنها، سواء في الكورس أو عامة في أي حاجة تانية، سواء في شغل أو في قدرات أو في أي حاجة عامة، لازم تبقى تهتم بالوقت بتاعك وتعرف تنظمه صح. يعني دي حاجة، أو الكلام اللي بقوله ده مش حاجة خاصة بالكورس بتاعتنا أوي، ده عامة. علشان لما يبقى عندك شغل مثلا، مشروعين لازم تخلصهم، لازم تبقى مظبط وقتك وعارف إن كل مشروع هيخلص يوم كذا، المشروع الفلاني هيخلص، التاني هيخلص يوم كذا، بحيث تقدر تحدد العميل بتاعك يعني وقت معين هو يقدر يستلم فيه الشغل بتاعك. فطالما انت قلت معاد يبقى انت خلاص لازم ملزم بيه، لازم تسلم له الشغل في الوقت الفلاني اللي انت اتفقت بيه من الاول. فالوقت طبعا يعني اكيد سمعت كلكم كلام عن ازاي تنظيم الوقت وازاي ان هو مهم، فمش محتاج ان انا اقول حاجه تاني جديده، كلكم انتوا عارفين من الوقت. طيب النقطه اللي بعد كده، البيرسونال بروجكت او المشاريع اللي انت بتشتغلها لنفسك دي مهمه جدا جدا في الاول، يعني ممكن بعد كده ما تلاقيش وقت للموضوع ده، بس في الاول مهم قوي. المشاريع دي انت بتعمل بيها ايه؟ ليها اكتر من ميزه. الميزه الاولى انك بتعمل مشروع كانه العميل بالظبط، تيجي مثلا تيجي تقول مثلا عايز ايه، هعمل موقع زي الموقع الفلاني، اي موقع بقى او اي مثال. يعني بتفترض ان في عميل جالك بيقول لك ان انا عايز الشغل الفلاني ده، فانت بتسعره، انت بتسعره لنفسك، يعني مفيش عميل ولا حاجه، بس انت بتعتبر ان في عميل، بتسعره لنفسك عشان تعرف طريقة التغيير. ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضرة لوحدها، ازاي تسعر المشروع، ازاي تقسمه بحيث تخلص في فيز معينة او تخلص مراحل معينة. فالمشاريع دي زي ما قلنا اول ميزة ليها انك ممكن تخلص المشروع ده بتعمله على جودة معينة ويتحط في البورتفوليو بتاعك. انت كده مليت، عملت مشروع كامل كأنه العميل بالظبط للبورتفوليو بتاعك. دي اول حاجه. فانت كده قدرت يعني تلخص او تقدر قدرت توظف الخبره اللي انت خدتها من المشاريع او من الحاجات اللي انت ذكرتها في مشروع حقيقي، حتى لو ما كانش العميل، مش مشكله، بس المهم عملت حاجه تكون كويسه فعلا وتكون على المستوى المطلوب.
دي أول ميزة. الميزة التانية إن أنت ممكن يعني تعرف الناس بأعمالك وبخدماتك من خلال الموقع. أنت عملت مشروع فبتنزله على مواقع التواصل زي ما قلنا من شوية، السوشيال ميديا، تقول للناس إيه رأيكم مثلا في الأبلكيشن ده، وإيه رأيكم في الشغل اللي أنا عملته. فبتسمع بقى فيدباك كتير أو بتسمع آراء كتير من الناس، إيه رأيكم عملت كذا. هيجي واحد مثلا يقول لك أه والله ده كويس، لا هو محتاج تعديل، هو محتاج زيادة في حتة معينة. فهتسمع آراء كتير من الناس، بحيث تقدر بالآراء دي تحسن شغلك. ويفضل ان انت في النقطه دي ما تخلصش المشروع كامل وتوريه لهم، يعني يفضل يبقى جزء جزء. يفضل ان انت يعني علشان ما تخلصش مشروع كبير وفي الاخر يعني ما يبقاش ليه لازمه او يبقى مش كويس، فلازم تخلص جزء جزء. طيب ده اول حاجه زي ما قلنا بتحط في البورتفوليو بتاعك. تاني حاجه ممكن تسوق بيه لشغلك. ثالث حاجه ودي الاهم ودي ممكن تبقى مصدر دخل ليك، اللي هي انت مثلا عملت مشروع وشفت مثلا موقع فلاني عايز تقلده. طيب انا ليه ما قلتش حاجه، او مش قصدي ليه ما اعملش حاجه تكون بتحل مشكله فعلا حقيقيه في السوق؟ زي ايه مثلا؟ هنيجي نقول المثال ده انا قلته المحاضره اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها مش فاكر. انت هتنزل اي مؤسسه او اي شركه او اي مكان بيقدم خدمه للناس، بتيجي تساله تقول له ايه المشاكل اللي بتقابلك مع الزباين بتوعك او مع العملاء بتوعك، هيجي يقول لك والله انا عندي مشكله فلانيه ومشكله فلانيه ومشكله فلانيه. بتسجل الكلام ده، بتروح البيت بتشوف انت ممكن تحل ازاي المشكله دي عن طريق ابلكيشن انت تعمله او بروجكت انت تعمله، وبتعرض عليه الحل بعد كده. تقول له طب مثلا افرض انا حليت لك المشكله الفلانيه دي بالحل ده والمشكله الحل ده وهكذا، وتشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. او هيقول لك الموضوع ده ناس كتير جدا بتعمله على فكرة. طيب بعد كده، بعد ما تقول له الحل للمشكلة والكلام ده، هتعمل ابلكيشن على الأساس ده. برضو مش هتعمله كامل، هتعمل جزء منه في الآخر تعرضه عليه، تقول له أنا وصلت والله للنقطة الفلانية دي، إيه رأيك فيه؟ فهو يقول لك بقى رأيه. فأنت كده حولت الراجل لعميل ليك من غير ما هو ما يجيلك، أنت كده حولته. بس طريقة العرض بتاعت إنك تعرض عليه ابلكيشن دي اهم حاجه. ما تجيش مثلا تكلمه او تيجي تروح تقول له والله انا عندي ابلكيشن فعايز ابيعه لك ب 1000 جنيه مثلا، لا كده انت كده بتبيع له حاجه وفشله من حته ان انت عندك مشكله، وخلي المشكله هو اللي يقولها، مش انت تقول له انت عندك المشكله الفلانيه، خلي المشكله هو اللي يقولها وانت تقدم له حلها، فكده هيحس ان انت بتساعده. ولما تيجي تقدم له حاجه هو مش هيمانع ان هو يدفع لك حاجه. فالموضوع بس عايز تركيز وعايز تخطيط شويه وتشغيل دماغ علشان تقدر تكسب منه او يبقى مصدر دخل ليك. فانت كده حولت زي ما قلنا مشروع عادي انت ممكن تعمله في اي وقت ببلاش او كده، لمشروع انت جبت منه عميل وجبت منه مصدر دخل او فلوس. فالموضوع زي ما قلنا عايز بس تركيز شويه وعايز تخطيط. بعد كده هتقدم له الابلكيشن وتقول له الابلكيشن كذا وكذا وكذا وبالسعر الفلاني. هنا هيبقى متقبلها منك، لان انت خلاص انت جايب له الابلكيشن ده بيحل له مشاكل فلانيه، فاكيد هو مش هيمانع. بس انت في الاول برضو تفهمه ان الابلكيشن ده هيبقى تجاري او هيبقى بفلوس، ما تقولوش مثلا هعمله لك مجاني او يبقى فاهم غلط، عشان ما تجيش في الاخر يقول لك لا والله انا هاخده منك ببلاش او كده. يعني انت تفهمه الكلام ده، بس ما تتكلمش معاه في اسعار ولا في تكلفه ولا الكلام ده، انت تدي له نبذه في نص الكلام ده. فالموضوع البيرسونال بروجكت ده ممكن يعني يبقى حاجه كويسه جدا ليك، ممكن يبقى حاجه يعني ملهاش لازمه قوي او اللي هو ما بتجيبش همها قوي لما تيجي مثلا تقلد مشاريع وخلاص. هيبقى ليها مميزات بس بسيطه، انما لو انت استغلتها بالشكل الصح ممكن فعلا نجيب لك حاجه كويسه، سواء عميل او فلوس او سمعه او شهره او اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده يعني اخر حاجه في الجزئيه دي، انك هتحط المشاريع اللي انت عملتها بقى لنفسك، سواء كان مشروع واحد او اثنين او اي حاجه على الموقع الفلاني او على السوشيال ميديا، زي ما اتكلمنا في بالظبط في نقطه البورتفوليو، هي بالظبط مفيش اختلاف. لان البروجكت دي لما تخلص كانها في البورتفوليو، بتتحط في البورتفوليو بالظبط، فيتطبق عليها نفس النظام. النقطه اللي بعد كده بقى اللي هي التعليم، ده بالنسبه لك انت ماليش دعوه كده بقى بعميل ولا بحاجه، ده انا بتكلم في نقطه التعليم.
ده عليك انت. دي نقطة مرتبطة جدا بالنقطة الأولانية خالص اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي اب تو ديت، وانك تبقى متحدث في المجال، او يعني ايه عندك تطورات كتير وعندك التقنيات الجديدة اللي ظهرت في المجال بتاعك، ما تبقاش مجرد يعني عرفت حاجة او اتنين فانت خلاص بتستخدمها في اي وقت، لا لازم تتعلم. حتى لو بقيت خبرة في المجال بتاعك وقعدت سنة واتنين وتلاتة واربعة فيه، لا برضه تقدر تتعلم، لان طول ما انت شغال اكيد بتتعلم حاجات جديدة. فالحاجات دي يعني هتفيدك سواء دلوقتي او بعدين، بس لازم متوقفش تتعلم ومتوقفش تعليم. دي حاجة لازم تاخد بالك منها قوي. يعني في ناس كتير بتيجي بعد ما تعمل مثلا مشروع واحد او ثلاثة ايا كان، يقول لك كده انا خلاص اتعلمت وكده هفضل اشتغل، بس مش هينفع، لان لازم تبقى مسير السوق بتاعك كويس، ولازم تبقى العميل اللي قدامك يفهمه ان انت فاهم الموضوع ده صح، او فاهم الحاجات اللي فيه كويس. طيب النقطة اللي بعد كده بقى والأخيرة، يعني المحاضرة دي مش هنطول فيها، لأن دي بتبقى نصايح معينة أو نبذات بس تاخد بالك منها. النقطة الأخيرة الريسيرش أو البحث، دي بتبقى عبارة عن إن أنت بتعمل بحث عن الشركات أو المؤسسات اللي شغالة في المجال بتاعك أو العملاء. يعني على سبيل المثال أنت شغال مصمم مواقع، بتشوف الشركات اللي شغالة في المجال ده، وفي شركات كتير جدا جدا هي في مصر شغالة بيه، بس هنقول مثلا تختار مثلا كام شركة من الشركات المشهورة، وتشوف هم شغالين ايه بالتقنيات الجديدة، فرق العمل بتاعتهم بتبقى ماشية ازاي، المرتبات برضو. لو ليك مثلا حد زميل في الشركة دي تقول له ايه طرق الشغل اللي انتوا بتشتغلوها، ايه الحاجات الجديدة اللي انتوا بتستخدموها دلوقتي، ايه الحاجات القديمة ما بتستخدموهاش. كل الحاجات دي هتفيدك كشخص واحد مش كشركة، في ان انت هتبقى يعني عندك خبره كبيره بالموضوع ده. يعني الخبره اللي باخدها في الشركات هو هيحاول يبقى، مش هكدب عليك واقول لك هتنقل كلها لا، بس هتقدر تاخد المفاتيح اللي ممكن توصلك لطرق كويسه قوي في الحته دي. فانك تعمل سيرش على الشركات ده مهم جدا من فتره للتانيه، يعني مش دايما يعني، بس تعملها من فتره للتانيه، كل شهرين كل ثلاثه على حسب. نقطه البحث بقى عن العملاء دي، ان انت ازاي تعمل بحث عن العميل، او ان ازاي تجيبه. احنا كلنا بنتكلم كده ان خلاص العميل جالك تشتغل معاه، طيب اجيب بقى العميل ازاي، وان انا ابحث عن العملاء ازاي، وان انا يعني اشتغل مع العميل الصح ازاي. دي برضو محتاجه بحث، ومحتاجه يعني انك تطور نفسك زي ما قلنا دايما، وتبقى عندك شغل جامد تقدر فعلا تنافس بيه. النقطه دي عشان موضوع ان انا اجيب عملاء والكلام ده نقطه كبيره شويه، او نقطه متفرعه وفيها حاجات، فبرضه هيبقى ليها محاضره لوحدها تبع الكورس. هنتكلم فيها بتفاصيل ازاي تجيب عميل يشتغل معاك. لغايه دلوقتي كده المفروض هي دي الحاجات اللي كنت عايز اقول لكم عليها، تاخدوا بالكم منها قبل موضوع انكم بقى تخشوا في دوشه المشاريع والعملاء اللي بتتصل بيك وعايزك تخلص الحاجات الفلانيه والكلام ده. الحاجه الاخيره عايز انبه عليها تاني، تنبهتي شويه، هي بس مهمه جدا برضه. لينكد ان، موقع لينكد ان ده يعني من اشهر الحاجات، او من اهم الحاجات اقصد، اللي ممكن تجيب لك عملاء فعلا، وممكن تطور علاقتك مع الشركات او مع المؤسسات في المجال بتاعك. سواء مثلا شخص شغال في شركه او مدير شركه، فانت بتنقل لهم خبرات فهم بيقولوا لك خبرات وهكذا. فيا ريت اللي يعرف الموقع ده يهتم بيه، واللي ما يعرفوش يقرا عنه ويعرف عنه معلومات، علشان ده هيجيب لك يعني مصادر كتير جدا انك تجيب عملاء او عملاء تيجي تشتغل معاك. وده هيبقى حاجه برضو جزء كبير من المحاضره اللي هعملها ان شاء الله، انك ازاي تجيب عملاء وتشتغل معاهم، هيبقى جزء كبير منها السوشيال ميديا، خصوصا اللينكد ان. يعني هنتكلم على فيسبوك، هنتكلم على كذا موقع، بس لا هنتكلم عن لينكد ان بنسبه كبيره. فيا ريت اللي ما يعرفوش يبحث عنه، واللي يعرفه يركز في الشغل. دي كانت الحاجات اللي انا يعني عايز اتكلم عنها النهارده، بس دي كانت مجرد نبذات، يعني دي مش حاجه جديده بقدمها لكم، حاجات بس تاخدوا بالكم منها. عشان كانت اعاده للمحاضره اللي فاتت، عشان كان حصل مشكله في التسجيل، عشان كده ما طولناش. من المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا بقى نتكلم في انك ازاي تاخد مشروع كامل وتقسمه وتحدد سعره للعميل،
وازاي تعرف ان السعر ده كتير او السعر ده قليل او مناسب، ده نتكلم فيها برضه ان شاء الله. بس من يعني يا ريت المحاضره الجايه زي ما انتوا عارفين او قلت في اول محاضره خالص، هركز فيها شويه عن على جزء السوفت وير او الكمبيوتر ساينس، يعني شغل الويب مثلا، شغل الموبايل ابلكيشن، شغل الداتابيز، الحاجات دي كلها كده هركز فيها. يعني مش هيبقى تخصصي قوي موضوع مثلا المحاسبه او مثلا موضوع الحاجات اللي هي بتبقى ايه البعيد عن السوفت وير. فان المحاضره الجايه احنا هنتكلم عن المشاريع، بس هتكون مختصه اكتر تكنيكال بالكمبيوتر ساينس او يعني السوفت وير انجينيرنج عامه، السوفت وير. فيا ريت يعني انا بقول كده بس عشان ايه الناس تبقى تيجي عارفه انها هتستفاد بايه او مش هتستفاد بايه. فده كان مجرد التنبيه يعني. كده خلاص المحاضره خلصت. لو في اي حد عنده اي اسئله ممكن يبعتها لي على الميل، ده الصفحه بتاعتي والميل. لو في اي حد عنده اي اسئله يسألها ان شاء الله في اي وقت، وانا بقى ايه هتكلم على الجو. لا لا الديزاين لا طبعا هيبقى، يعني انا قلت اي حاجه خاصه بالويب سواء ديزاين او سواء يعني ديفلوب اي حاجه، فالديزاين لا هيبقى مهتمين بيه جدا طبعا، اي حاجه خاصه بالويب طبعا. فلو اي حد عنده اي اسئله او استفسارات عن المحاضره دي او المحاضرات اللي فاتت ممكن يبعت لي وان شاء الله هجاوب. في الاخر احب طبعا اشكركم على وقتكم، يا رب تكونوا استفدتوا. والمحاضره الجايه ان شاء الله معانا يوم الجمعه الساعه 5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.